شخصيات. نعم، ماذا يقول باديس قدادرة في رجل الأعمال جيلاني مهري؟ والله شوف، جيلاني مهري أنا ما خلطاش كرجل مال ورجل أعمال وغيره. نعم. لا أنسى أبدا أن جيلاني مهري ساعدنا في بناء الاستديو. نعم. وأعطانا بالمناسبة، زيد نكررها للمرة العاشرة، أعطانا 50 مليون. نعم، نعاودها 50 مليون، باش الناس عاش الناس تقول لك 500 مليون. 50 مليون. نعم. وجا درنا زيارة للإذاعة، كثر خيره على كل حال، وبحضورهم وجمعة وغير ذلك. جاني مهري، أنا بالمناسبة كنت مدير الحملة الانتخابية نتاعو الأولى. نعم. وقفت معاه ياسر، وقف معاه ياسر، باش نكون صريح معكم، كنت نروح له حتى للعاصمة، وكان يستقبلني في العائلة، يستقبلني ومهرجاني يكفي فخرا انه اهدى للواد بيت شباب ولا دار تاع الشباب هذيك اللي حدا لوتيل لوز. نعم. وقدمها ويعني وجهزها وكذا. الغريب في الامر ان مشني عارف واش صار بالضبط، ان هذيك المكان اغلق، ولا قالوا لي والله مانيش فاهم. يعني المهم هو ان مهدي جيلاني كان لا يتردد في ان يقدم الخدمه، يكفي انه داير بيوس العاصمه وعنابه المرضى مجانا. قيل لي والله اعلم انه كان يبعث حتى في الناس للعلاج لفرنسا. إنسان قدم كثير من الأشياء. نعم. للواد، يعني يشكر عليها، وربي إن شاء الله يشفيه. نعم. همت. ودليل، ويكفي دليل، يكفي إن فخرا أن لاكازال دور اللي أصبح محجة، الناس تروح تحج في مكة والناس تحج في لاكازال دور. نعم. إنه لاكازال دور هذا أصبح، أنا يكره هذه العنب، يقول لي ربي لاكازال دور هذا وشو فهمنا فيه. يعني عرف بالواد، عرف بالواد داخل الجزائر وخارج الجزائر. كان حاجة مهمة جدا نكشفها لك، لكن تدرك يلا قبل ما ندخل كوست الاعتراف. نهار اللي جلالي مهري دار مزرعة الزيتون، صار ضجة كبيرة ثاني في الواد. وش علاقة الزيتون بالواد؟ الناس يقولوا ان الارض اللي تزرع النخل ما تزرعش الزيتون. شوف النظريات من يجيبوا فيها، ماشي عارف، أو يطلقوها وتنتشر. مانيش عارف منين يجيبوها. المهم كاين واحد خبير فلاحي أنا أعرفه واسمه ما نذكرهش، داروا ملتقى دولي كبير حول الزيتون في تونس. جيلاني بعث هذا الشخص، هذا الخبير الفلاحي، بعثه باش يحضر لهذا السيمينار. هذا الموضوع مكتوب عندي من ألف للياء. نعم. كل احسن مكيه من لقى الطلاين والتوانسه، ولقى حتى جماعه فلسطين وغيرها وغزه، الناس الدول بالزيتون. بالزيتون. فواحد اتكلم على 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 نسبه الحموضه في شجره الزيتون في مدينه في دوله ما. مثلا قال، مثلا احنا قال نسبه الحموضه في الزيتون تاعنا هي 15%. ردوا عليه جماعة قالوا اوه ولك رايح، مستحيل 15%، مستحيل، كاينش 15%. قالهم احسن شيء يكون 12%. هذا الشخص اللي بعثه جلالي مهري جبد الورقه نتاعه بدي يشوف يقارن. لقى الحموضه، مثلا انا اعطيك في مثال، مش 15. لقى الحموضه اللي عندهم هم مثلا نقول احنا 30%. حشم، لان احنا الزيتون ما عندناش به علاقه كبيره. زعم نقول 30%، زعم 3%، قاعد والله وشجع شويه هز يديه. قال لهم يا جماعه انت 15% هذه درتوها كبيره. قال لهم احنا في الواد، قال لهم نسبه الحموضه لا تتجاوز 30%. والراجل نعرفه وزن موجود. هو القصه اللي قصه هذه قصه بتفصيل قصه. نعم. حكاها لي. قال له يا جماعه مستحيل، وصار فيها قيل وقال وكذا. حشمه يخرج برا ويكلم جيلاني مهري. قال له جيلاني، قال له قضيه 30% هذه، قال له راه واحد مصدقها. قال له
قال لك قال لها قصه وقصه حكى لها قصه. قال لها شوف، قال لها راح نبعث لك بيوس لتونس. اسمعني مليح، اسمع هذه مهمه هذه. قال لهم وقد منهم دعوه، صح ما كانش طياره بين بيننا وبين بين تونس، كان غير واذا هذه كانت قريبه ال حكيته كذا توازر ولا غير مش نعرف وين. نعم. في تونس. قال لهم اجوهم كامل ضيوف عندي وندوهم يشوفوا يقيس الحموضه. يقيس الحموضه قال لي فعلا، وكان شو الناس الموضوع مش عارفينه، فعلا جت البيوس وجو جماعات من ايطاليا وفرنسا وغيرها، وممكن كان ناس ما جوش يعني ماشي يعني ما عنديش تفاصيل كامله. وجو وعرضهم السجلين المهدي ودار لهم عرضه كبيره، والله اعلم يا غنى يا محبوب يا مناع. شوف يا محبوب على الاقل ما نسقسوا عليه. قال اذا غنيت انت في هذا العرس ولا لا؟ نعم. ودخلوا المزرعه وشافوا كذا واستغربوا فيما وجدوه حقيقه، ان الحموضه الزيتون تاع الواد يتجاوز هذه المرحله اللي في تونس. وبالتالي لا 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 نستغرب عندما نقولوا الواد بطاطا والواد دلاع والواد كابو والواد كذا كذا والواد والواد، ومازال الخير يقول لك الارض اللي يجيب هذا وهذا راهي مش تكيدها مثلا انتاجات اخرى. نعم. انت صدقت هذه انت الحكايه؟ لا انا مصدق الحدث الاولى اللي شاعت ان الواد ما فيهاش زيتون. نعم.